قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن اتخاذ قرار إقالة وحيد خاليلوزيتش لن يكون متسرعا ولا عفويا، بل من خلال الأخذ بآراء كل المكونات المحيطة بالفريق الوطني. وقال في هذا الصدد في برنامج ديكريبتاج: سنستشير مع لاعبي الفريق الوطني وسنتحدث معهم على ضوء كل التقارير التي أتوفر عليها، سنتحدث عن كل الأمور الخاصة بالفريق الوطني، لأن اللاعبين هم المعنيون بهذا القرار الذي سيكون جماعيا. لذلك سأجتمع بداية بالمكتب المديري للجامعة، وثانيا مع التقنيين، وثالثا مع لاعبي الفريق الوطني، وعند ذلك سيكون القرار الرسمي خلال أسبوع واحد فقط كما وعدت بذلك. وقال رئيس جامعة الكرة خلال استضافته في برنامج ديكريبتاج الذي يبث على إذاعة MFM: وإذا كان لخاليلوزيتش إيجابيات فلديه أيضا سلبيات، على غرار أنه أدخل المنتخب الوطني في توترات مع بعض اللاعبين كان في غنى عنها. وتابع المتحدث نفسه على غرار حكيم زياش ونصير مزراوي: وهذه التوترات لم يكن لها أي مبرر معين، حيث أخذت حجما أكبر مما تستحق في الأخير، مضيفا أن المسؤول عن هذه التوترات وليس لدي أي إشكال في تحمل هذه المسؤولية وإصلاح الأمور. كما أشار القجع أنه تحدث مع خاليلوزيتش في أكثر من مناسبة على بعض الاختيارات، حيث قال: نبهت وحيد عدة مرات بخصوص التغييرات في تشكيلة الأسود، في كل مرة غير أن الأمور لم تتغير.